أشوف إيميلاتي، أشوف الشغل اللي عندي، أعمل رياضة، أتغدى مع زوجي. المفضل في السعودية هو جدة، لأنها مدينتي، ويعني أحب البحر هنا كثير، أحب البلد لأنه البلد هي عبارة عن خليط بين الماضي والحاضر. الكويت صارت الآن بمثابة بلدي الثانية بحكم أني متزوجة كويتي وولدي كويتي. موما أكبر هدية ربنا جاب لي إياها صراحة، جاب لي أحمد. الأعمال أحسه كان شغف بالنسبة لي، أني أنا أكون طموحة وأني أوصل. الموضة طول عمرها شيء يعجبني وشيء عندي شغف فيه، أحب اللبس، أحس كل فستان يعمل statement، يعمل عنده قصة. يعني أحلم أن يكون عندي تجارة خاصة فيها، دخل خاص فيها، ويكون عندي businesses مختلفة. هو انه هم اقرب للشخصيه العامه والشخص الطبيعي لانه قريبين لحياتنا. ما اعتبر نفسي مشهوره لانه احس الشهره على انستغرام ما تعتبر شهره، احس انها تعتبر شيء جدا يعني فرعي وبسيط. يعني ما حسيت اي تغيير في حياتي لانه انا طول عمري قريبة المتابعيني، أسلم على الناس، ما عندي حركات أنه أنا صرت مشهورة وأنه أنا خلاص ما عندي تعالي. مراحل السعادة والفرح في الحياة فيها، في أيام إحنا سعادة فيها أو في أيام إحنا حزينين فيها، سواء كنتي مشهورة أو لا ما لها دخل.